هي الفكره، فكره التوكس نو، لانه انا كي صارت في كارتاج العملي فقت انه الراجل تخش عليه التوكس، التوكس نتاعو ولا عورته فبني يعني. فلما نكتشف حاجه جديده كيما هكا نولي بالسيف نخدم عليها. اليوم نكتشف انه الراجل كي كنت تخصنيه يشطح يمثل نوعا ما صوره تستفز المجتمع، فانا نمشي فيها جوسكوبو. فماش علاش اني نقول لا المجتمع رفضها كيما برشا فنانين وما احتراماتي ليهم وقت اللي يلقاو فما ريزيستانس ورفض ليهم ويطلب السماح جمله من المجتمع، ويطلب السماح جمله من 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 السيستم. انا ما نطلبش السماح من حتى حد، وبالعكس انا مادام مقتنع وفما ناس تساند فيا ومعايا ومقتنعه باللي نعمل فيه نواصل. التهديدات هي جاية من عند ناس يعني صفحات وناس وقع يعني ما عرفتهم شكون فهمتني. يعني ما هو اساسا ما جايين من تقلتي بما يسمى بالتيار المحافظ. خلينا ما نقولش التيار السلفي او الاسلامي فهمتني، التيار المحافظ، خاطر المحافظين برشا في تونس. تحب نذكر المجتمع بتاعنا محافظ بكدا، لكن تونس العنف والتهديدات بالقتل يظهر لي حاجه تولي غريبه. ومانيش باش نرجع معاها كونتاكت لانه كذب عليا، لانه قام بالسنسرة، لانه نحى اون بون بارتي دو ليميسيون اللي تقول فيها السيده بالكلمه شتيح قعار نتاع مش تاع تونس نتاع الداخل، نحاها خوفا على المستشارين اللي باش يحطوا الفلوس في البرنامج نتاعه، وخوفا من رده فعل المجتمع، فنحى شيء هذاك وقال انا ما نحيت شيء على حقوق نحى، خلى كان كلامها تقول فيها ديغولاس وما يجيش استعراج يشطح بالطريقه هذيك بالعانيه، هاوك خرجها هي ديابوليك، لكن ليميسيون نتاعو الي ديابوليك وهو اللي دون سا، دونك ماهيش حكايه هكاك اعتباطيه طفله هكا راسها قالت نعمل. هي اشاك ايميسيون اشاك فوا تخرج هي الديابل، لكن وراها سي ني كون ماريونيت معناها يحرك فيها امين قرا تو سامبلومون. لامبوبيت هو عرض من انتاج لاغو فن الشارع للجمعيه الموجوده في دار بشحابه اللي تم فيها اليوم. الجمعيه هذه دونك عندي 4 أشهر نخدم معها العمل اللي اسمه لامبوبيت اللي نعيط فيه الرقصه من رقصات القدم اللي هي الخضره سعيده الخضره اللي تكون موجوده معايا في العرض هذا. معايا اسامه السعيدي في الموسيقى، نعيم بن عبد الله في الباركيسيون، باستيان سينوغرافي لومبيراج، محمد عيساوي اون اسيستانا، اي بيان سور ما ننساش صالح بركه في الكوستيم معايا، وانا كوريغرافي. باش يكون ان شاء الله نهار 25 و 26 ماي في برج في باب جديد في المركز في قلب باب جديد، باش يكون العرض ان شاء الله في رمضان.